عموما أشكر طبعا الأستاذ طالب الذي ذكر إن في هذا الكتاب الذي ذا عصيته بالفعل هذا الكتاب صدر ابتداء 2009 الطبعة الأولى، ثم الطبعة الثانية 2010، ثم الطبعة الإنجليزية 2012، ثم الطبعة الثالثة 2016، ثم الطبعة الفرنسية في شهر 3 من العام الجاري 2019. حقيقة ناس كثيرين يسألوني طيب ناصر أنت هذا الكتاب ما هو الدافع إلى الكتابة؟ ناس كثير عاتبوني لما عرفوا 8 سنوات أنت جالس تكتب كتاب، ما كان أفضل لك تعمل دكتوراه؟ لو سويت دكتوراه يا أخي في القانون، أنت رجل قانون، أنت ما رجل تاريخ. لكن أنا حقيقة شعرت بداية أن هناك قضية، قضية عربية، قضية إسلامية، قضية عمانية من باب أولى، وهي قضية الوجود العماني في المشرق الأفريقي، تلك القضية التي لطالما قرأناها بعيون غربية. كل المهتمين في التاريخ قرأوا هذه القضية بعيون غربية. كيف؟ لأن الدراسات جلها، أو لأكون منصفا، أغلب الدراسات التي تواجدت إلى الفترة التي عكفت فيها على البحث في سنة 2000، أغلب الدراسات كتبت بعيون غربية. قرأنا هذا التاريخ بعيون غربية، قرأنا هذا التاريخ وفق ما يمليه علينا أحادية الهوى والهوية. مثل ما ذكرت الدراسات كلها كتبت بأقلام غربية، أو الغالبية العظمى من تلك الدراسات كتبت بأقلام غربية، تلك الدراسات التي تأثرت بالنهج الاستعماري، ذلك النهج الذي كرس مفاهيم خاطئة، مفاهيم مغرضة عن الوجود العماني في تلك البقاع، تلك المفاهيم التي كرست مفهوم أن العمانيين فرضوا أنفسهم على أرض غيرهم، هم هكذا يصورون، العمانيين فرضوا أنفسهم على أرض غيرهم، استعمروا، استعبدوا، هتكوا الأعراض، ذبحوا، قتلوا، ثم أتى المستعمر الغربي ذلك الحمل الوديع لتخليص تلك الشعوب الأفريقية المستضعفة من نير الاستعباد العماني. هكذا الدراسات الأوروبية الغربية للأسف الشديد تلك هي الصورة التي تنقل في تلك الدراسات. الوضع طبيعي، نحن كعمانيين لم نتحرك، فطبيعي. والتاريخ، من يكتب التاريخ؟ التاريخ يكتبه عادة المنتصر، يكتب كيفما شاء. حقيقة لهذا يعني نحن عرفنا، نحن أبناء أولئك الذين رفعوا مفاخر أو رسموا مفاخر التاريخ العماني في تلك البقاع البعيدة عن الوطن الأم، عرفنا معلومات جدا سطحية ومتواضعة عن الوجود العماني، وعن امتداد ذلك الوجود إلى داخل القارة، إلى قلب القارة الإفريقية. ولهذا فإن حدود العلم البسيط هذا غطت معلومات مشوشة ومغلوطة، ولا سيما عن الشخصيات العمانية، تلك الشخصيات التي صنعت تاريخا مشرفا في تلك البقاع. فإذا كان الوضع حقيقة هكذا بالنسبة لنا نحن أبناء التاريخ، فلا غروة أن يستبد الجهل بأبناء الشعوب الأخرى.